مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم النهارده معانا وحلقه جديده من حلقات برنامجنا وبرنامجكم برنامج شباب على الهواء. النهارده في اليوم ال11 من شهر رمضان المبارك، ربنا يعيده علينا كلنا بالخير واليمن والبركات. هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا. هقول لكم مقدمة بسيطة عن هذا الموضوع، وهو ان احنا يعني يمكن في حاجات كتيرة جدا جدا في حياتنا بتتفرض علينا، ولكن انا حابة ان النهاردة اوجه رسالة مهمة، وهي ان احنا لازم نعمل اللي احنا عايزينه. اي حاجة انت عايزها انت اللي هتبقى عايز تعملها، انت اللي هتبقى بتعود عليك بالنفع، هي دي اللي هتخليك يعني تدي لك القوة الدافعة ان انت تبقى كويس، تبقى بتعمل حاجة لنفسك في الاول وفي الاخر، هتبقى انت مستفيد وهيبقى اللي حواليك كمان مستفيدين. الا في بعض الاحيان يعني الحقيقة ان اللي حواليك ما بيبقوش مستفيدين من الحاجات اللي انت بتعملها وبتكون نافعة لنفسك، دي حالات يعني ربنا يبعدنا عنها. اما بقى بالنسبه للفكره اللي انا بكلمكم عنها النهارده، وهي ان انت تعمل الحاجه لنفسك ليه؟ علشان كتير من الاوقات بيبقى في الحاجات اللي وراك هي دي اللي بتخليك ان انت تعمل الحاجه، يعني مثلا في حاجات كتيره جدا بتتفرض عليك ان انت تعملها علشان ارضي اخواتي، علشان ارضي والدي ووالدتي، علشان مش عارف اعمل ايه، علشان اغيظ فلان فاروح اعمل كذا، فانت تاذي نفسك وتاذي الاشخاص اللي حواليك وتاذي اشخاص ما لهمش دعوه خالص علشان مجرد ان انت تغيظ فلان، او لمجرد ان انت فلان وفلان 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 قالوا لك اعمل كذا. كل دي حاجات نهايتها ان مفيش منفعه ليا. المنفعه ليا هي ان انا اعيش بسلام، اعيش بشكل سوي، اعيش وانا مطمئن، اعيش وانا بعمل الحاجه اللي انا بحبها. ومن هنا بقى هيتفتق موضوع حلقتنا النهارده، وهو الحاجه اللي انا بحبها. ايه الحاجات اللي الواحد يقدر ان هو يعملها يستفيد بيها تعود عليه بالنفع ويكون كمان بيحبها، غير الحاجات والحرف الجميله اللي الواحد بيحولها من هوايه الى عايزين نقول زي مهنه او حاجه بتدخل دخل عليه. موضوع حلقتنا النهارده هو الحرف اليدويه، فن ومهاره وثقافه. وزي ما احنا عارفين يمكن في شهر رمضان المبارك ومن قبل شهر رمضان، انا شخصيا زينت البيت من قبل شهر رمضان بحاجات جميله جدا جدا، بقى الكوشنز، المخدات الجميله اللي بنحطها على الكنب عندنا ونغير بيها شكل الفرنتشر بتاعنا او العفش بتاعنا، الزينه اللي بنعلقها في البيت، الانوار الجميله اللي بتطفي نوع من انواع البهجه في بيوتنا. كل ده هنشوفه النهارده من خلال مجموعه من المنتجات اللي الشباب قدروا ان هم يعملوها ويدفروا هوايتهم بالفن اللي اتعلموه، علشان يقدروا ان هم في النهايه يحيوا التراث بشكل جميل جدا وبشكل فيه نوع من انواع العصريه. كل ده هنشوفه النهارده من خلال حلقتنا في برنامجنا برنامج شباب على الهواء. اما دلوقتي فهنشوف راي الشباب بقى في الشارع، ايه هو رايهم في ان احنا لازم نحافظ على الحرف اليدويه؟ يا ترى في ناس كانت مع وناس كانت ضد، ولا كلهم اكدوا على فكره ان احنا لازم نحافظ على الحرف اليدويه؟ تعالوا مع بعض نشوفهم قالوا ايه في التقرير. عشان نحافظ على الحرف التراثيه القديمه دلوقتي، المفروض نخلي الناس القديمه تعلم الشباب دلوقتي. تعلمهم ازاي بقى؟ ممكن في نطور المدارس، لازم يبقى في مدارس متخصصه في الكلام ده لتعليم للمهن دي عشان ما تنقرضش، والاجانب حتى بيعجبوا بالكلام ده، المهن والحاجات المشغوله اليدويه دي صنعه يعني معروفه في مصر ومشهورين بيها، والاجانب بتيجي علينا سواء الفخار سواء اللي هو الارابيسك، الحاجات اللي هي الهاند ميد ديت اللي بتتعمل بالايد، هي مفتاح، احنا مفتقدينها في مصر. مشاهدينا ورجعنا لكم مره تاني، ومعانا ضيوفي اللي مشرفيني النهارده في الاستوديو. معانا مريم يحيى، خريجه كليه التربيه النوعيه ومتخصصه في فن الخزف، اهلا بيك يا مريم. ومعايا كمان بسمه شوقي، خريجه كليه الفنون التطبيقيه ومتخصصه في فنون الخشب، اهلا بيك. النهارده بقى يعني واضح ان انتوا صايمين فبتتكلموا. النهارده هنتكلم على الحرف اليدويه، زي ما قلت في بدايه حلقتنا، الحرف اليدويه فن ومهاره وكمان ثقافه، علشان بيكون لها مردودات من التاريخ. ففي البدايه عايزه اسال كل واحده فيكم، يعني السؤال ليكم انتوا الاثنين، سبب اهتمام كل واحده منكم بالفن ده بالذات، وايه اللي شد انتباهها وحببها في المجال بتاعها؟ اتفضلي. اول حاجه انا بحب الرسم من وانا صغيره،
وكان في عائلتي كلنا برضو معظمنا فنانين وكده، مع ان هم ليهم مهن تانية مهندسين ودكاترة وحاجات، بس وانا صغيرة كانوا بيحببوني في المجال ده. كبرت ودخلت تربية نوعية، قسم تربية فنية، عشان احنا ما كانش عندنا في المنصورة فنون جميلة وتربية فنية وكده. من وانا هناك تعرفنا بقى على حرف برضو كتير، يعني زي الخشب والخزف والنحاس والحاجات دي. انا كنت بحب الخزف جدا وكنت شاطرة فيه يعني الحمد لله. شوية بشوية بدأت أكبر بقى وسافر، جيت القاهرة شفت السلطان حسن والزخارف الإسلامية الجميلة، بدأت أتعلمها إزاي أرسمها أصلا. طلع عالم ليه قواعد وليه أصول وناس كتير قوي وليه فلسفة، اتعلمتهم الاثنين مع بعض، وبدأت أحط ده على ده وبدأت أعمل حاجات بحبها بجد. انا برضو خريجه فنون تطبيقيه، كنت داخله الكليه عشان انا بحب الرسم وبحب الفن عامه، بس لما اتخرجت بعدت فتره طويله عن المجال ده واشتغلت بعيد تماما عنه. بعد 9 سنين يعني وقفت واقفه مع نفسي كده، انا ليه بعدت عن الحاجه اللي انا بحبها؟ فبدات انزل اتفرج على معارض، بس ما كانش بنيه معينه يعني، فلقيت انا بنعش الفن جوه. بالظبط، نازله بتفرج، فاللي هو سالت نفسي انا ليه ما بعملش الحاجات دي؟ انا المفروض ان انا متخصصه وان انا دارسه. بدات ان انا فعلا كهوايه بيني وبين نفسي في البيت، لقيت ان انا بيطلع مني حاجات كويسه. بدات ادور اشوف اقدر اخد كورسات فين، بدات اتعلم، اطلع قطع صغيره، صحابي يقولي طب احنا عايزين، اهلي طب عايزين اعمل لنا حاجه تليق مع البيت. بدات اعمل ده، فبدات المجال، ومع كل فتره بدات اطور نفسي ودخلت في الفن الاسلامي، وبدات اوظفه على الخشب. تمام. يعني انا شايفه قدامي قطع، يعني قطع مميزه جدا. يعني خلينا برضو نبدا من نهايه كلامك، وهي ان انت قلتي المشروع بتاعي حاجه، يعني اكيد طبعا حاجه زي البوكس اللي موجود عندنا ده، مش هو ده اول حاجه انت بداتي بيها؟ لان اكيد ده محتاج معدات ومحتاج ادوات. بالظبط. انا اول لما بدات انا جبت برطمان قديم في البيت عملت له ريسايكلينج. يعني هي ابتدت كده، ان انا بدات بخامات بسيطه جدا موجوده عندي ان انا ادرب ايدي عليها. لما لقيت ان انا بدات ابقى متمكنه شويه بدات اجيب حاجات بسيطه برضو على سكيل اصغر اجرب فيها وكده. لما بدات ان انا خلاص لقيت نفسي ان انا عندي افكار وان انا قادره ان انا ادمج الوان وخامات كتير مع بعض، بدات اشتغل على سكيل اكبر من كده. طيب خلينا برضو نروح لمريم ونعرف من مريم فن الرسم، يعني فن الرسم على الخزف او التلوين. انت قلتي انت لقيتي ان هو عالم واخد وقت طويل منك في ان انت يعني تعملي حاجات مختلفه، انت دمجتي حاجتين في بعض. يعني لحد ما الخزف اللي احنا كنا بنتعلمه في الكلية واللي انا اتعلمته في المبادرة بتاعت صناعات مصر كان بيستمد من اشكال معينة، اشكال تراثية، بناخد صور من اثار معمولة خزف برضو وبنشتغل عليها. الحاجة الجديدة اللي انا بدأت ادخل زخارف ما كانتش اصلا يعني بنشتغلها على خزف، هي حاجات معمولة بالحجر، حاجات معمولة بالازاز المعشق. بدأت احلل الرسومات دي واشوف ايه التقنية بتاعت الخزف اللي انا ممكن اشتغل عليها، لان تقنيات الخزف كتيرة جدا، من اول التشكيل لحد الرسم لحد الحفر وحاجات كتير. يعني بتشوفي بقى ده بيمشي مع ده، الحاجة تبوظ فتجربي تاني ولحد ما توصلي للشكل الجديد اللي في نفس الوقت يبقى شكله خزف، يعني برضو تراثي وجديد في نفس الوقت. تمام. انت يعني يمكن كمان عامله قطعه، انت خرجتي من اطار الخزف الطبيعي. يعني انا خزف يعني على السكريبت كده شوف خزف حاجات مدوره بقى وفازات وحاجات كده واطباق، انت خرجتي من الاطار وبدات انت تعملي منتجات ينفع انها تبقى موجوده في كل بيت، صح؟ ورينا كده القطعه اللي موجوده معاكي. هو طبعا في وزات وفي حاجات، لان هي كلها برضو خامات من المركز بتاع الحرف اللي انا بشتغل فيه، بس الحاجات اللي انا باخد منها اكتر او بستهلكها اكتر بتبقى حاجات فعلا ممكن استخدمها. يعني في عينات من غير ما تقومي امسكيهم ووريهم لنا. يعني مثلا حاجه شبه ده، ده كوستر كلنا بنصحى الصبح نشرب حاجة ونحطها على الكوستر ده. ده مستوحى من مأذنة في المعز اسمها مأذنة الناصر محمد بن قلاوون، هي معروفة جدا، هي من العصر المملوكي، حاجة قديمة جدا والتراث بتاعها مش منتشر قوي، تراث شوية أندلسي كمان. بدأت أخد الزخارف، هي شكل المأذنة كان مستطيل وعلى زوايا قائمة وكده، بدأت أخدها على حاجة دائرية وبدأت أحرف فيها
وعملت الطقم ده، يعني الطقم اللي هو يعني عايزه تقولي ان انت رسمه المأذنه قسمتيها على عدد الكوسترز بالظبط. كل باترن ازاي هي كانت في مستطيل او مرسومه باشكال على زوايا مستطيل، انا خدتها على دايره. الكتابه على الخزف برضو مش سهله. بدات اتعلم شويه خط، شويه اطبع حاجات واشفها. زي ايه مثلا؟ ورينا بقى القطعه ده التانية. باقي الطقم يعني المئذنه كان مكتوب عليها كلمات زي الله الدائم، الله الباقي، الله، يعني متقسمه حاجات، وطبعا النص التاسيس اللي فيه اسم النصر محمد. فانا بدات اتعلم نوع الخط ده ايه، كل حاجه بتاخدني لحاجه جديده بتعلمها، وفي نفس الوقت لقيت ان الكتابه فعلا على الخزف مش سهله، ففهمت ليه ما كانوش بيكتبوا بالخطوط مثلا بيكتبوا بيها على الجدران او اللي بيزينوا بيها الجوامع وكده، مش موجوده على الخزف، كانت كلها خط يده وكانك بتكتبي على ورق. فهمت فعلا الموضوع صعب ومش بس اسهل. انت قدرتي تحققي الصعب ده بالظبط، يعني بس على سكيل صغير، يعني ما ينفعش على يعني الجدران بالظبط. يعني بدات اكبر شويه، يعني ده شبه برضه نفس فكره الكوستر دي، من سبيل من ايام الملكيه، موجود سبيل في المانيال، موجود على السبيل، هو سبيل الميه، فمكتوب كاتبين نص كده وجعلنا من الماء كل شيء حي، كاتبينها بشكل بحيث ان هو يبقى فيه نجمه هندسيه وطالع منها الخط ده. ده بقى انا حاولت، صورت الاثر كتير، حاولت اشفه واتعلمه وما عرفتش خالص، فاستعنت بحد صديقي بقى خطاط عارف يعمل التصميم وكده، دارس بقى ازاي يقدر ان هو يطلعها. بالظبط. ومع الخط النهائي حاجه جديده اصلا ان هو ممكن نستخدمه على الخزف، استخدمت بقى تقنيه التلوين دي او ضربه الفرشه دي، برده مش دي التراثيه او مش دي الاصليه اللي احنا بنستخدمها على دخلت الخزف. عليها حاجه مودرن شويه بالظبط. فرش خشنه ومش عارفه ضربات لون وحاجات كده. تمام. وبس كانت تجربه لحد ما نجحت شويه. تمام. طيب خلينا نروح لبسمه بقى. بصي يا بسمه، انا من ساعه ما قعدت هنا وانا عاجبني جدا الفانوس اللي ورا انا افتكرت قطعه من الديكور الحقيقه، حاجات رقيقه وبسيطه نقدر ان احنا نحطها في البيت، وفي نفس الوقت تبقى يعني مش محدده يعني بتوقيت معين او بموسم معين، ممكن تبقى قطعه ديكوريه بترجع لعصر من العصور او بترجع لفتره من الفترات. انا في شغلي زي ما حضرتك قلتي متعمده ان انا اعمل ده، ان انا ما يبقاش شغلي مرتبط بموسم معين، يعني مثلا حاجه زي الفانوس او الصندوق ده او الصواني دي، هي واخده باترن اسلامي تنفع تتحط في اي وقت رمضان او غير رمضان، علشان معظم الحاجه اللي بنحطها في بيوتنا في رمضان بعد رمضان ما بنقدرش نستعملها، فانا متعمده ان انا اعمل ده في شغلي حتى في كل المواسم، مثلا عيد ام او رمضان او عيد، ان انا الشغل بيبقى يقدر يتحط طول السنه، في نفس الوقت بقدر ان انا اعمل شغل مودرن وكلاسيك ينفع على بيت، مثلا لو بيت الستايل بتاعه ستيل شويه او كلاسيك، ان انا احط حاجه تليق معاه، او مودرن الوانه كتيره، فان انا ممكن اعمل حاجه كاستمايز كمان، ان انا الوان البيت ده اعمل قطعه تليق عليه بالظبط. بالنسبه للفانوس، انا الفانوس ده اشتغلت فيه بكذا طريقه. اول حاجه انا اشتغلت فيه ديكوباج، الديكوباج ده نفسه عملت فيه زي كراكس كده، ان هو كانه متشقق، يدي فيه يخليه يدي احساس الفينتج شويه. ده زي اللي انت عملتيه على البرطمان. لا البرطمان بقى ده كان خلاص ده خطوه قديمه شويه، اصل حاولت اعمله في البيت خلي بالك. هو اللي انا اكتشفته ان اصلا فكره ان حد يبتدي على الازاز ده اصعب حاجه، لان هي ماده ملساء شويه، ما فيهاش مسام، فما بيستقبلش اللون قوي. بالنسبه للفانوس بقى، فحاولت ان انا اعتقه واستخدمت عليه ماتيريالز ان هي بينه فينتج وقديم، بحيث ان هو اللي يشوفه يحس ان هو حاجه قديمه قوي، مش قطعه جديده. وبديله بقى تاتش ذهبي بحيث ان هو يبقى شكله حلو فخم. بالظبط. الفرق بين الديكوباج والقشره، يعني شغل الديكوباج وشغل القشره كله على الخشب بالظبط. هو انا بدات ديكوباج لان هو يعني ممكن اسهل حاجه ان انا اقدر اتعلمها. لما لقيت ان انا بقى عندي مشروع بدات ان انا اشارك في معارض، حبيت ان انا اتعلم اكتر. عملتي ديكوباج بقى اللي هو بالورق ولا بالمناديل ولا عملت كل حاجه ممكن تتعمل في الديكوباج، استخدمت ورق واستخدمت مناديل، ودخلت على الديكوباج حاجه تانية اسمها سكالبتشر بينتينج، ده فن روسي مش منتشر في مصر لسه قوي، اللي هو بقى بيبقى نحت بعجينه
بتطلع اشكال بارزه من الورد، فانا بقدر ان انا ادمج الديكوباج مع زي عجينه السيراميك. هي مش زي عجينه السيراميك، هي فيها فايبرز اكتر فبتدي شكل طبيعي للورد مش زي السيراميك. اللي هي الصلصال الحراري؟ لا برضه هي عجينه حاجة بين عجينه بنجيبها من روسيا، هي يعني هي اصلا مش موجوده. لا انا ليه بسال ان هي مش صلصال حراري، وطبعا هنبعد خالص عن الفخار، بس ليه مش صلصال حراري وليه مش عجينه سيراميك؟ ايه الفرق في الماتيريال؟ بيفرق معاكي في ايه في الشغل؟ الفرق زي ما قلت لحضرتك ان هي فيها فايبرز فهي بتدي ملمس طبيعي اكتر، بلس ان هي انا ما بشتغلهاش تشكيل بالايد، انا بشتغلها بسكاكين بتاعه الاويل بينتينج، انا بلمس العجينه بايدي خالص. هي بتنشف بعد كده؟ بتنشف، واللطيف فيها ان هي ما بتتكسرش. يعني انا كنت حاطه تابلو في الحيطه عندي وقع من على ارتفاع 2 متر تقريبا، ما حصلوش حاجه ولا متاثرش بالميه كمان. بعد ما يعني تعمقت في الديكوباج حبيت ان انا اتعلم اكتر، شاركت في مبادره صناعيات مصر، اتعلمت خزف، بس انا عملت حاجه مختلفه، انا برضو دمجت الخزف مع الخشب. احنا لسه هنيجي لموضوع صناعات مصر عملنا فيه ايه، بس الاول خليني يعني استعرضي لي برضو كده القطعه اللي جنبك. دي حاجه انا اشتغلت فيها ديكوباج، اخدت الباترن برضو فيها الشكل النجمه الاسلاميه على الصينيه. ده ديكوباج بالايه بقى؟ ورق؟ ورق. ده ورق رز، هو بيبقى ورق الرز ده مخصوص للديكوباج بس، يعني المناديل نابكنز بنقدر استعملها في كذا حاجه بس ده مخصوص للديكوباج. بتطبعي بقى عليه الرسمه اللي انت عايزاه ولا ده بيبقى جاي بطباعته؟ في حاجات بتبقى جاهزه وفي حاجات بتبقى انا بطبعها على حسب اللي انا عايزاه. دي جاهزه ومعموله زي بورق ذهب عشان تدي الشكل الذهبي ده، وبعدين ببدا ان انا ادي فيها زي تاتش خفيف من ورا. بالظبط، ان هي تبقى شكلها متعتق وقديم، وابدا ادخل عليها. التعتيق ده بقى بيبقى بلون؟ هو ممكن بيبقى بلون او ممكن استخدم واكس مثلا لونه بني فيغمق الشكل شويه يدي الشكل القديم، وابدا ادخل عليه بالذهبي ده برضو علشان يبقى ماتشنج مع كمان الرسمه اللي جوه. الرسمه اللي جوه بقى دي لزقتيها بالورنيش الزجاجي برضو علشان ضد الميه والحاجات دي؟ بالغره والورنيش مع بعض، وبعدين بعد ما بخلصها بديله طبقه واكس. الواكس ده بيبقى حمايه، ما لو وقع عليها ميه او اي حاجه ما تتاثرش، ولو جه عليها تراب تتنضف بسهوله. يعني الواكس او الشمع ده بيبقى اكتر من الورنيش الزجاجي؟ لان هو بيدي زي طبقه عازله تماما اتقل من الورنيش الزجاجي. تمام. والتانيه دي؟ التانية دي برضو انا مثلا في هنا حاجة ان انا الصينية معمولة عليها هنا الشكل الاسلامي ده بالظبط، بحيث ان هي دي مثلا حاجة دي لرمضان، يعني دي مناسبة رمضان اكتر. استخدمت فيها الباترن دي اللي هي بتبقى قريبة من الخيامية، واخدت برضو لون يليق مع الالوان اللي جوه، وديت فيها التاتش الاخضر ده ان هو يرد مع اللون اللي جوه ما بقاش الموضوع قوي. وبرده نفس القصه ان هي خدت طبقه حمايه من الشمع، علشان يعني الفكره في المنتجات اللي انا بعملها ان هي تبقى استخداميه، ما يبقاش حاجه انتيك بس. تمام. برده نفس الفكره في الصينيه اللي هي بالظبط، هي الصينيه دي انا استخدمت فيها رسمه بتاعت الخياميه وحطيتها على الصينيه بحيث ان هي تبقى الشكل الدائري بتاعها، وبرده نفس الماتشنج برده في الالوان. بالظبط. تمام. طيب انتوا بقى المبادرات اللي انتوا اشتركتوا فيها، مريم اشتركت في مبادره صناعات مصر، وبسمه اشتركت في مبادره صناعات مصر ومبادره بيت جميل. بالظبط. طيب كلموني بقى، يعني كلمينا انت طيب عن صناعات مصر الاول. اول حاجه صناعات مصر هي مبادره من وزاره الثقافه، لما حبيت انمي الموهبه اللي انا اتعلمتها في الكليه والحاجات دي ما لقيتش غيرها. هي متخصصه اكتر، هي سنتين، من اول سنه احنا بنتعلم حرفه معينه. دخلت على الخزف على طول، انا لسه ما اتخرجتش، يعني ان شاء الله اتخرج بعد رمضان. الاول يعني عملنا حاجه زي مقابله كده، شافوني انا حابه ايه اكتر، شافوا شغلي، اتناقشوا معايا في الحرفه اللي انا هختارها. وبعدين دخلت في حرفه الخزف، بداوا معانا تقريبا من مستوى قليل قوي. كنت حاسه الاول ان كنا نفس الحاجات اللي خدناها في الكليه، وبعدين بداوا يعلوا، ناخد حاجات مجسمه، ناخد حاجات اسطوانه، اشكال مربعه.
زائد بقى جزء التصميم في كل في يعني في البدايه كنت حاسه ان هو مش هو ده اللي انا بعمله، انا بعمل حاجات اكبر من كده بالظبط. بعد كده في النهايه بداتي ان انت تحسي ان انت استفدتي حاجات مختلفه لما بداتي تاخدي مراحل متطوره. انا كنت حاسه كده عشان انا خرجت كليه فنيه، احنا لقيت معنا ناس دكاتره مهندسين وكان بالنسبه لهم الحاجات دي صعبه، فطبعا عشان هم يحققوا يعني الاستفاده لكل الناس بداوا معانا من تحت كده شويه، وبعدين بدانا نعلى وبدات اعمل حاجات ابص ايه ده انا اللي عملت ده وبتاع. وطبعا في يعني محاضرات التصميم والخط العربي والتسويق وازاي نسوق شغلنا ونعمل مشروع، كل دي حاجات يعني خلني تمام في المبادره. بقى بس انا برضو بدات بصناعات مصر، كنت الدفعه الاولى، دخلت تخصص خزف، بس انا ما يعني انا عكس مريم انا ما تعمقتش قوي في موضوع الخزف، استخدمت اللي انا اقدر اوظفه مع شغلي ان انا ادخل الخزف على الخشب، بقيت اعمل بلاطات خزف واعملها في صينيه خشب، او مثلا ان انا اعمل طبلوهات خشب برضو على خزف. لما خلصت مبادره صناعات مصر قدمت في منحه بيت جميل، هي منحه تبع مدرسه الامير تشارلز للفنون، بندرس فيها فن اسلامي، اول سنه بندرس فيها 4 تخصصات، خزف ونحاس وقشره وجبس، بناخد فكره عن كل حرفه، والسنه الثانيه بنختار حرفه نتخصص فيها. فانا فضلت ان انا اكمل في اللي انا فيه واخترت الخشب، بناخد خشب قشره وبناخد تطعيم الخشب بالصدف والنحاس والعظم ونشتغل قيمه، فاحنا يعني بنتعلم ازاي نعمل قيمه زي الصنايعيه بالظبط وازاي ان احنا نعمل الحاجات دي كلها. تمام، شفتوا ايش محتاجه لحد تجيبيش حد يعمل لك تعملي انت كل حاجه. هي دي بالظبط فكره ان انا يعني بدات حلقتنا النهارده وكنت بتكلم في فكره ان احنا نعمل الحاجه اللي احنا بنحبها. يعني بسمه ومريم النهارده يمكن اتكلمتوا عن فكره ان احنا ايه، انا عملت الحاجه اللي انا بحبها، درست كل الحاجات عشان يبقى عندي فكره، وبرده باخد من كل الحاجات الحاجات اللي انا بحبها عشان تعود عليا بالاستفاده. بتتمنى ان انت توصلي لايه يعني في المشوار بتاع الخزف؟ بتمنى ان انا اعرف اوصل شكل الاثار اللي محدش بيروح، الاثار مثلا في صحراء المماليك، في قرفه الامام الشافعي، الحاجات اللي مش مشهوره اللي مش بتيجي في الاعلانات والتلفزيون، الحاجه تبقى عندي في البيت انا بشوفها كل يوم اعرف ده ايه وبجد شكلها جميل. كل الحاجات اللي حواليا اللي بستخدمها يبقى ليها اصل وتراث، حاجه جد جد جدي كان رسمها وانا دلوقتي بستخدمها لسه، فده هدفي. طيب بس انا برضو هدفي ان انا اكبر مشروعي واتعمق اكتر في الفن الاسلامي، لان انا لما بدات ان انا ادرسه حبيته جدا، وعندي هدف تاني برضو ان الحرف اليدويه اعلم فيها ستات كتير، انا علمت ناس كتير ديكوباج، فكنت حابه ان انا ابدا ان انا لما اخلص منحه بيت جميل ان انا ابدا اعلم ناس حرف يدويه. تمام، انا كمان خلصت كل البرطمانات في موضوع دي وفعلا دخلت، عشان كده لما انت قلتي بدات اقول معاكي عشان انا لا في امل خايضه الموضوع ده في امل. بشكركم جدا جدا، انتوا شرفتوني النهارده في برنامجنا برنامج شباب على الهواء، وكنت مبسوطه جدا بلقائكم النهارده، شكرا ليكم. وشكرا طبعا لكل مشاهدينا اللي تابعونا النهارده في حلقتنا من برنامج شباب على الهواء، القاكم ان شاء الله في الحلقات القادمه.